يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهاردة الفيديو بتاعنا مختلف شوية عن الفيديوهات بتاعتنا. بقالي كتير اوي ما عملتش ميك اب، ما علمتكمش ميك اب جديد، ما عملتش توتوريال، ما عملتش اي حاجة خاصة بالميك اب. فقلت نتيجة شوية الميك اب سيكا كده، بعدين نرجع تاني للفاشن حبيب قلبي. فحبيت النهاردة يبقى تحدي ميك اب في 5 دقايق، اعمل فول ميك اب لوك كله من اول الماسكارا لحد الروج لحد الاي شادو لحد كل حاجه في 5 دقايق بس، وهشوف هل هقدر اعمل كده ولا لا. وحاسه ان هو مش اي تحدي وخلاص، يعني حاسه ان الموضوع حلو، ان لو حد مثلا بينزل شغل بينزل جامعه عايز يحط ميك اب كده في السريع برده ممكن يتعلم ان هو يعمل الحاجات دي في 5 دقايق وانها ما تاخدش وقت خالص. اول حاجه معايا تايمر مظبوط على 5 دقايق بالظبط في موبايلي تاني، بحيث ان انا ابقى دقيقه بالظبط. هبتدي بقى اشغل التايمر بقى يبتدي يعد. اول حاجه ابتدي فيها برايمر، بس انا ما بستعملش برايمر، بستعمل جل صبار. فاحط جل صبار قبل الفاونديشن وقبل اي حاجه. بسرعه 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 بحط كمان في رقبتي. طرحة اتوسخت مش مشكلة، عادي جدا عادي جدا. بعد كده هحط فاونديشن، بس انا المفروض ان انا اسيبه ينشف، بس مش مشكلة. بسرعة بسرعة بسرعة. اصلا لما بحط جل صبار على فاونديشن بيخليه حلو اصلا، فعادي يعني. انا مش عارفه انا بقول ايه، نحاول ننزعه كده، نجيب فرشه. جماعة الطرحة باظت، مش خلاص. طيب انا شكلي عامل كده ايه؟ محتاجة اتوزع اكتر. يا اما انا حطيت كتير. ايش؟ تمام. انا مش هقضي عمري بحط الفاونديشن، انا لازم بقى انجز. ماشي. جماعه استنى خلص اخد اي لون اشاده ابتدي احطه. اوكي ابتدي احط، المفروض احط مش تمام. حط شوية بلاشر بسرعة. حط كونسيلر. فاضل دقيقة واربعين دقيقة، واربعين ثانية، اربعين دقيقة. ايه نرجع تاني نحط مسكرة بسرعة بسرعة بسرعة. محتاجة مراية. الفيديو ده انا مش عارفه الفيديو ده مش هيتمنتج، يعني مش هسرعه قصدي ومش هعمل اي حاجه، هو هيبقى كده. ف
بودر 55 ثانية. احط بقى بسرعة بسرعة بسرعة. الفينيش بتاع الميك اب وحش قوي. ماشي تمام عادي كده ولا كأن في اي حاجه خالص. فاضل 30 ثانيه. احنا صرحنا حواجبنا ولا لا؟ مش فاكره مش فاكره. ممكن نحط شويه كحل اسود. ممكن نحط كوت ماسكارا تانية. بما اننا احنا خلصنا خلاص بس خلاص كده. اسرع ميك اب في الدنيا. خلاص 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 يا حبيبي. خلاص خلاص يا بابا. عمل ايه؟ معلش يا جماعه مش موبايل بتاعي. اعمل ايه اعمل ايه؟ مش خلاص سكتني. ده يا جماعه اسرع ميك اب في الحياه بجد. يعني ده اسرع ميك اب في الدنيا بجد. واول مره اصلا اعمل ميك اب يبقى في 5 دقايق بجد خالص. مفيش اي حاجه بس ممكن نتقل رو شويه. حلو قوي. انا فخوره حقيقي بنفسي. مع ان خلصت كده الميك اب وده تقريبا اسهل ميك اب في الدنيا في الحياه كلها. مجرد بس ان انا حطيت شويه اي شادو لون العين تقريبا. مش لون العين. لون العين ايه الهبل ده؟ إيه لون الجلد كده؟ مش لون الجلد. اي شادو نود. انا مش عارفه ايه اللي انا بقوله ده بس. وحطيت فاونديشن برضو خفيف كده. و لا هو بصراحه مش خفيف. هو كبر مني قوي الموضوع بس انا حابه اللوك. تاخد حلو في 5 دقايق بس. فتقدري تعمليه. تقدري تعملي لوك زي ده في 5 دقايق. او مثلا نفترض ان انت لو عملتيه احلى من كده شويه ممكن ياخد معاكي 10 دقايق وتنزلي الجامعه او الشغل بتاعك بسرعه. ده كان التحدي بتاعنا. تحدي ميك اب في 5 دقايق. مش عارفه حسيتوا بيه ولا لا. حاسه انا ما عملتش حاجه لسه. حاسه انا ما عملتش فيديو بس هو فيديو خالص خلاص. يعني لو عجبكم فكره الفيديو ده او فكره التحديات دي قولوا لي في الكومنتات تحت اعمل لكم تاني منها. قولوا لي عايزين تحديات ايه تاني ممكن اعملها اجربها معاكم. بس كده ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو ده وتشيروا اللينك مع اصحابكم. عايزين بقى نبتدي ان احنا نكبر القناه شويه عشان زهقت حقيقي. وما تنسوش تتابعوني على الانستجرام. وبس كده. باي.